الله معك أبونا، الله معك يعطيك ألف عافية. أبونا شربل. أبونا شربل يعطيك ألف عافية. أبونا شربل طنوس، ناشط لنشر البشرى السارة عبر السوشيال ميديا، بيعطي كلمة رجاء مستندة على آيات الكتاب المقدس. وبهالسياق أبونا بسألك، قديش مهم قراءة الكتاب المقدس يوميا مثل زوادة روحية للحصول على السلام الداخلي وقوة لتخطي كل الصعاب اللي عم نمرق فيها؟ وهذا اللي حضرتك بتقوم فيه يوميا، صبحية مع كلمة روحية بتعطي للمتلقي راحة نفسية. أول شيء هو كلمة الله هي كلمة حياة، وأكيد كلمة كتبت كرمال ترافق المؤمن بمسيرة حياته على الأرض يلي فيها طلعات ونزلات ويلي فيها كثير من المتغيرات حواليه. يعني صحيح. أمام اللي عم يشهده العالم اليوم من المتغيرات، يعني عمليا الإنسان عم يشعر أنه ما عنده ولا ضمان ولا شيء ثابت هيك يستند عليه، تجي كلمة الله تعطيه هيك هالرجع بقلب هالمتغيرات كلها وبقلب هالطلعات والنزلات كلها، تقول له انه الله حي وحاضر وفاعل بحياته الشخصيه وبحياه العالم. صحيح. بفتكر هيدا هو الجواب الوحيد يلي ممكن يلاقيه الانسان على كل الاسئله اللي عم بيحاول يسالها، هي هالسلام يلي الله بيعطيه. وتيقدر الله يشتغل بحياتنا اكثر بدنا نتعرف عليه اكثر، فنتعرف عليه اكثر بده يكون عندنا تواصل يومي مع الكلمة. يعني هالكلمة هي هالمساج اليومي اللي لازم يكون الإنسان عنده إياه محطة ثابتة بحياته لكل يوم يرجع يجدد هذا اللقاء بالله، لا يقدر يواجه كل شيء ممكن يتعرض له خلال نهاره كان إيجابي أو كان سلبي. صحيح. قد ايه بتحسها زوادي هالكلمة، وخصوصا هيك لما انت بتكون قريب من الشباب اكثر اللي هن اكثر نسبة بالمجتمع بعيدة شوي عن التواصل مع الرب يسوع، لأنه عندهم تساؤلات وبدهم حدا يكون عم بيجاوبهم، هو ما حدا بيقدر يجاوب بطريقة مقنعة إلا بتدخل مباشر من الرب يسوع بحياة هالشاب، مثل ما شفنا بكتير قصص بالكتاب المقدس. الشاب بيسأل وين الله هلا مثلا بالحرب، ليه بيسمح انه يتقتلوا الاطفال، ليه كذا. فاذا سمعوا كلمة الله من الكتاب المقدس قديش بتعطيهم رجع وقوة. صحيح. اول شيء انا شاب، يعني انا قبل ما اكون مكرس وكاهن انا شاب بالاخير، وانا بمرق صحيح ومرقت يمكن بكل شيء مرقوا فيه الشباب، وصراحة ما بتلاقي شيء تستند عليه، ما بتلاقي صخرة تقدر توقف عليها وتضل ثابت بحياتك وتقدر تمشي صح الا كلمة الله يلي بتاخذك على محلات ما بتاخذك عليها اي شغلة ثانية. صحيح. من هالمنطلق هيدا نعم اليوم نحن بحاجة، وخاصة بايامنا وبكل وقت، لهالكلمة يلي هي عن جد مثل ما بيوصفها سفر المزامير هي نور للسبيل، يعني نور للطريق اللي انا بدي نقيها لاقدر امشي صح. هلا اكيد في كثير اسئله وعن الحرب وعن الاطفال وعن كل هيدا الشيء، انا ايماني بيقول انه الله يعمل بحياه كل شخص، والله بيبعت تعزيه بقلب الصعوبات، مثل ما بيقول لنا الكتاب المقدس لما تكسر الخطيئه تطيب النعمه. فاذا الله يعمل، بس الفكره شو؟ بايماننا المسيحي الله محبه، والمحبه فيها حريه، فاذا الله ما بيقدر يشتغل بحياتك اذا انت ما بدك، اذا ما سالت ما عنه، اذا ما فتحت قلبك. صح. قد ما انت بتسمح له يشتغل قد ما الله بيشتغل. هيدي القاعده الاساسيه بايماننا المسيحي، انا على الباب اقرع، اذا ما فتحت لي ما في فوت، تفتح لي فوت بتعشى معك، اي بصير في علاقه شخصيه ودائمه انت وانا كل يوم بنجددها اكثر واكثر بعطيه الروح القدس يلي الله اعطانا اياها. صحيح. كلمتك الأخيرة للشباب المسيحي بلبنان وبالعالم. إلهنا حي. إلهنا حي بكثير من الاختصار. أمين. حي وحاضر. وبختم من العبرانيين، يسوع المسيح هو أمس اليوم وإلى الأبد، مشان هيك ما نخاف على شيء طالما الرب حاضر معنا، وإذا معنا اسمه عمانوئيل أي الله معنا. أمين. الله يبارك، الله يقدسك أبونا شربل طنوس، إن شاء الله بنشوفك معنا باستوديو قريبا إذا الله راد. الله يباركك ويقدمك ونهارك مبارك. خلينا إياك. شكرا لك.